طبعا بتغير صدورها، لانه الناس اوضاعها الاقتصاديه يعني شوي تعبانه، فيعني لو كل 6 7 سنين شمل العفو والاراده الملكيه بكون شاكرين لجلاله الملك. لبعض الجنح. لبعض الجنح طبعا، يعني باستثناء الاشياء اللي حكوا عنها، القتل، جرائم التجسس، المخدرات، يعني شغل مخالفات، شغل رسوم وغرامات، امور نقديه، ليش لا؟ الناس كلها الله اعلم في حالتها. بتصور انه ممكن الانسان بالخطا الاول، اذا كان خطا اول يعني، بتصور قانوني الامر. بتصور انه قانوني وممكن يكون اكثر افاده ومفيد. ممكن فرصة، نعم نعطيه فرصة انه يعاود يراجع اموره، بلكن يتصلح. لانه الاغلب محبوس ظلم، سواء على شنكات خفيفه مثلا، على ايجار بيوت والى اخره. فالافضل العفو العام، عفو الخاص على ناس معينين بس بيتم. انا بصراحه بايد انه بيصدروا عفو عام، مو معني يصدروا عفو عام، لانه احيانا في ناس يعني ممكن مثلا تكون داخل سجن، صاير معها مثلا مشاكل كذا متورطه فيها، ما لهاش دخل، ما لها علاقه فيها. فانا مع انه صدر عفو عام عن بعض الناس، يعني عن بعض الفئات، بس غير بعيدا عن الحق الخاص، بعيدا عن مثلا قضايا الجرم الكبيره. في احيانا لازم يعني، بس مش على الكل يعني، لانه في زي ما تفضل الاخ احيانا انه بيستحق هذا الشيء. جنح معينه يعني، في جنح معينه بصير في عليها، او في شغلات ما بصير عليها عفو. هو اصلا العقاب هو ردع للمجرمين والخونه والفاسدين، شايف ولا لا؟ وانا ما بعيد. شكات مش شكات، لا الشكات برضه هي حقوق بشر يعني، بس في ناس جوا السجن حرام تطلع من السجن، لانه حشلوا حشرات المجتمع. يعني في ناس القضايا البسيطه هذه تطلع، اما غير هيك لا، الحثاله خليها جوا، بدناش اياها احنا، ما بدنا الحثاله. والله العفو عند المقدره يعني، اكيد. نعم الجنح لا، اما الامور الاخرى ما بايد الموضوع.